صحيح زي ما قال كابتن علاء وقلنا قبل المباراه في الاستوديو ان الغيابات دي بتخلق دوافع عند لعيبه الاهلي. الغيابات والنقص اللي كان موجود النهارده في النادي الاهلي وناس كتير جدا ومنهم اهلاويه كانوا متخوفين وكانوا قلقانين وكان بعض الناس تقول لك يا سلام لو نتعادل النهارده لو ناخد نقطه النهارده، ولكن اللي شفناه النهارده رجاله النادي الاهلي ده معدن رجاله النادي الاهلي. الشوط الاولاني اللي اتقدم يمكن زي ما قال الكابتن علاء احتمال يكون الشوط الثاني طبعا نزل الاداء شويه، ولكن احيانا بتبقى انت من جواك عايز تحافظ على المكسب فبيطلع المنظر زي ما شفناه الشوط الثاني، ولكن اجمالي رجاله النادي الاهلي النهارده يستحقوا مننا كل التحيه وكل التقدير. كابتن اسامه زي ما بيقولوا دايما او زي ما بنقول دايما الاهلي بمن حضر. ما فيش شك المقوله دي يعني بتثبت كل يوم وشفناها في تاريخنا كلنا واحنا لعيبه واحنا مدربين واحنا اي واحنا كنا مشجعين لما كنا بنتفرج على النادي الاهلي. ما فيش شك انه في لعيبه مؤثره وغيابات بتبقى مؤثره في اي فرقه في العالم، ولكن قلنا الدوافع والروح العاليه ممكن جدا تخلي اللعيبه اللي بتلعب مكان اللعيبه اللي غايبه بتحاول تثبت ذاتها، بتحاول تنتفض، بتحاول تقول احنا مش اقل من اللي موجود، احنا اهو احنا نستحق نرتدي التيشيرت الفانيلا الحمراء. وده اللي حصل النهارده، روح عاليه جدا، كميه جري كبيره جدا جدا جدا، ضغط شديد بالذات الشوط الاولاني. طبيعه الحال انه الشوط الثاني يحصل تراجع شويه، الخوف على المكسب زي ما انت قلت، ونسبيا تراجع بدني في بعض اللعيبه المؤثره زي أبشة زي شريف، كل اللعيبه دي بذلت جهد كبير جدا، فكان لازم يحصل تغييرات وحصلت. في المقابل نادي الزمالك لم يكن له وجود تماما الشوط الاول وكان ممكن النتيجه تخرج باكثر من هدفين. الشوط الثاني طبيعي هم مغلوبين، النادي الاهلي تراجع لنص ملعبه، هم ابتدوا يسيطروا شويه وبالذات الجبهه اللي كانت شغاله اللي فيها بن شرقي كل التقل كان عليه، حتى التغييرات بتاعتهم الباقيه ما عملتش كتير لما نيجي نتكلم بالتفصيل. لكن انا بقول النهارده نادي الزمالك تقريبا يعني بن شرقي وشويه طارق حامد الشوط الثاني الى حد ما، يعني مش هو طارق حامد غير كده، في لعيبه كتير في نادي الزمالك لم تظهر تماما طوال ال 90 دقيقه، يمكن برضو الونش بيبذل جهد لكن في الخط الخلفي، لكن انا بتكلم قدام بن شرقي هو اللي كان محور الخطوره تقريبا كلها. النادي الاهلي رجاله ومبروك للمجلس اداره للجهاز الفني للاعبين لكل من عمل او يعمل في منظومه النادي الاهلي، فرغم الغيابات قدرنا الحمد لله نعوض هذه الغيابات وظهر معدن اللعيبه اللي موجوده يعني. ومبروك تاني على المكسب لجماهيرنا ونتكلم طبعا بالتفصيل بعد كده، لكن